السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم نے سورہ الکحف کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان ابتدائی دس آیات کو زبانی یاد کرے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا چلو آئیے تلاوت کرتے ہیں سورہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليوم أنذر بأسا شديدا من لدن قيما لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنا لهم أجرا حسنا ما فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرة كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعل خباخي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا لها لِنَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا آياتنا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا وهيئ لنا من امرنا رشدا صدق الله العزيم